الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد. نتحدث الشيخ محمد مصطفى عبد القادر هو داعي في التوحيد برضو بينهي عن الشرك والحاجة دا بيتكلم عن الدعاء الباطن وكيف تنسبه بأنه هو داعي دلالة له درين إجابة وبيان كامل. والله يا جماعة الموضوع ده انتهى بدري بفضل الله عز وجل، وكل إنسان تقريبا متابع، أنا أقول كل إنسان متابع وسائل التواصل ومتابع الدعوة وأحوال الدعوة السلفية يعرف إنه الناس يضلوا وما يضيعوا لنا زمننا كثير في الأركان، لأنه الطلبة ده جايين يستفيدوا، وردينا عليهم مئات المرات وردود الحمد لله كانت قوية، وبعد ده ربنا فضحهم اللي انت بتدافع عنهم ديل، ربنا فضحهم عن مصطفى ده جابوه في شنو؟ جابوه في مناظرة مع بكوري أبو بكر عبد الرازق، ما حضرتها انت؟ حولوها لي وعليك الله، والله مرمطة طبعا عليك زول طيب وزول مسكين، وقد تكون ما كنت متابع لبعض الظروف وكده، لكن مرمطة بالوطا انتهى مرة واحدة، عنده حاجة انتهى. أنا زول مرمط بي أبو بكر عبد الرازق، زول ما يقرأ آية من كتاب الله ولا واحدة يقرأ صح، حتى سورة الفاتحة بيقرأ صح، يجي مرمط بيك قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، في آية زي دي نزلت بالطريقة دي؟ والله زي ده من قول التيت. وبعدين الآيات دي بيقرأها من وين يا جماعة؟ الآيات دي بيقرأها من ورقة بنت عظيم كتبتها له أبو بكر عبد الرازق، بيقراها من ورقة يا ناس، مش بيقراها من راسه، بيقراها من ورقة. وبعد ده قال محامي وقالوا عنده دكتوراه، أنا ما أعرف البطيخ ولا في المشمش ولا في شنو، خطأ ده مرمط بأبوك الشيخ ده الواطة مرة واحدة. فما تضيعوا زمننا عليك الله، صار سنة وفلان وواري قال طيروا كلكم يا أخي. طلب هذا دار يعرفوا التوحيد، دار يعرفوا المنهج الصحيح، وفي صوفية جو اشتغلوا لنا امبارح دعاة شرك وكفر وضلال، صار سنة ما في، صار سنة ببح، ما في حاجة اسمها صار سنة. لقاك انت صار سنة لا ما دي شغالين حلقة ما في يا ناس، وداك جابوا سيد الصديق برضو عمك جابوه بناظر منه، بناظر ذاك يا اخي اسمه ابو الحسن اسمه منه مين كده عبد الرحمن كده صوفي عن المولد مرمط بي والوطى الصوفي مرمط بي ذاك، وجابوا ده برضو الدكتور رئيس المجلس العلمي بناظر في الليزيرك، مين قال الليزيرك يا شيخ محمد جرب يقول لحمودي يا شيخ محمد هل انت صوفي؟ لا لا بيلعب في الترجي التونسي، امال جاي ناظر ليه لو ما صوفي يعني؟ فالناظر اللي انتوا عليك الله ما تضيعوا زمن نبيهم. ولا ابن جاوب سؤال ثاني ذاته عن ذاك قال قالوا زمان وانتهوا، هم ذاتهم عرفوا نفسهم انتهوا، ما شفت الشهاب بس حكى لك الدكتور ذاته قال للجماعه احنا والله قال له اولادنا ما قاعدين نرفع المحاضرات وكسلانين، قال لانه ما عندنا قروش انترنت والانترنت بقى غالي، يا نازل ده ما مستوى والله ابدا ده ما مستوى. وانا بنصح عن صار السنه ذاته، ما انت ذول مسكين شكلك، صار السنه ذاته ما تضيعوا زمننا يا اخي، ما رايك في منو العدسي؟ وما راي يا اخي دي امه سادت، ما في واحد من الشعب السوداني ده بيعرف الهواري، يا ود تعرف الهواري؟ ما في زول بيعرف الهواري يا ناس، لازم تعرف المكاشفي، ده مش انتوا الطيبين دي المجتمع الا من رحم الله، تعرف الكباشي، تعرف البرعي، الطواغيت ده لا دايرين ضرب، اما ده اللي انتهوا بدري، عرفته؟ جاء واحد اكبر سروري عمل لهم اكلهم شت بلعهم وشرب وراهم بيبسي والموضوع انتهى. جماعه كامله بلع دكتور واحد بس، جماعه شت، جماعه دي انتهت يا ناس. في سؤال؟ في نقاش؟ لانه في شيء بس الانشاء في الورق. في زول عنده مداخلة اعتراض نصيحة لينا.